اليوم يونا ناس من جنوب أمريكا، يونا من أمريكا، من كل دول العالم، علشان يجتمعون في مكان واحد مدة يومين علشان يطورون مشاريعهم ويتسابقون في هالمسابقة. المشاركة الإماراتية مهمة لأن هني نجمع كل الطلبة في مكان واحد، وهم يتبادلون الأفكار. وهذه أهمية تبادل الأفكار، أن الطالب الإماراتي يكون يشوف أن قدراته وقدرات الناس اللي برا اللي هم في العالم، الدول العالم، قريبة من بعض، وهذا يشجع يعطي الثقة في الطالب الإماراتي علشان ينافس مع دول العالم لهالمطاف. بس أنه هو حل المشكلة بالذكاء الاصطناعي هو الأهم، لأن أكثر الأفكار اللي تجينا كيف أهمية الفكرة، شو المشاكل اللي نحلها، وهذا اللي في الطالب الإماراتي علشان يحل هالمشكلة. أنا كتير فخورة بهالمسابقة، لأنه هاي من أهم المسابقات بالعالم بعلم الكمبيوتر، وإحنا بنجمع أحسن الطلاب من كل العالم لحتى إنه يخدموا ويعملوا تطبيقات لتخدم المجتمع من خلال علم الكمبيوتر، وبالتالي عم بتكون من أحسن المسابقات. والطلاب بيجوا، ومن أول ما بيجوا حتى 3 أيام بيبلشوا من الفكرة وبينتهوا بالاختراع اللي اخترعوه، التطبيقات لخدمة المجتمع، من التعليم للصحة لخدمة اللاجئين. الطلاب كمان بمجتمعاتنا العربية هم متفوقين وعم بتعلموا أشياء منهم، فهذا مهم كتير لإلنا إنه إحنا بمجتمعاتنا العربية نحفز طلابنا، خاصة بعلم الكمبيوتر، لأنه هو مجال لحل المشاكل بالمجتمعات. عينك على العالم.